بسم الله والحمد لله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. ولا ليال وحين كورمينا سلسلة أمهات المؤمنين، وما أنت وحين كورمينا هو يدي هو يكمذا هو يوين كي مؤمنين تؤي الهايين ومحي هاتي مهركي بكدعي فوق سبع السماوات إلى هاي أطوري حبيب كيس محمد صلى الله عليه وسلم. هو يدن مقعيق وحالي هذا زينب بنت جحش. ولا ليال زينب وحي كمذا هيد فاملي النبي صلى الله عليه وسلم وحي أهيد نبي قينا ابتدي وحد الشيء الددي أميمة بنت عبد المطلب. زينب وحي كدرتي مكة يدو رير بني هاشم دالين وحا محي هاتي أي يدو رير أحانك سوچي دي رير كيلو رنجري رير بني أسد. زينب مركي قادي شن يتوبنشر وحا قرسة دي ننكم إذا تدكي رير مكة يا قرشي ننكي أيابا محي هاتي مدو مركي لنولد سوچكي أيا كدنتي سيدي أي إسكي جوكتي إسلام نمذي ذي وحسببه أحيد ما دامو نبقى يكسو دقين آيات كأه وأنذر عشيرتك الأقربين وحن نبقى يسكو هولي دادك أدو دو إنو إسلاميو آيات أسمرك يسو دكتي كدب دادك مسلمي أي كترتي زينب بنت جحش ولال كيد عبد الله بنت جحش بنو جحش أحمد بنو جحش ولاشد حمنا انتا سي أي لدلتي زينب مركي مسلمتي يدي ولا لذيد با وحي كمد أهايان تدكي حق هوري كسو إسلامي محيهتي نبيغانا وقرقاري صلى الله عليه وسلم إلا هاي مركو كورمي دادك وناكسن إيمانك حق هوري كهلاي محيهتي دينتان إلهي أسو قرقاري وحيولي السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وضدك إيمانك أهر مري إلهي وحكو كو أبا المري إني جنات النعيم إحليا مركا ريرك يعايل ديدونا أوحي كسون تنعين ضدك حق هرى إسلامك كقالة ولا ليال زينب مركي سكتشو كتير مدو ما دامو نبيغا صلى الله عليه وسلم أي كوينيد دو مركي كأقدوا وبدنا أو كفا كريتشري إنو ميلا يا رسولك صلى الله عليه وسلم وحاد عضي إنو أياري زينب رسولك وكيري وحنقول سيا مذ كمذا صحابتي واوينيد ومقعي صلي رهدو زيد بن حارثة. زيد بن حارثة وصحابيك كلياتا مقعي سا قرآنك وكسو أروري صحابيك سي ونبيك كأقدوا صلى الله عليه وسلم أهانا أدون أي خديج هيسان جرتا أي نبيك سيساي صلى الله عليه وسلم أيو كيري زينبي waxaan ku wariyay sayid Zainab baarintii uu cuntay muwiday maadaama ay ahay tumarkii ugu laan dheereysnaa waqtigii markaa joog waxay tiri naftayda nabiga hayabay ku tiri sallallahu alayhi wa sallam laakiin dadkii kale ku tiri anigu naftayda raali u galmayhi in la ii dhiso adoon aniga oo ah tumarkii ugu magac weynaa quraysh ee reeraha ugu magac weynaa kasoo jeeday بريهي هوري عربتا إسلام كهور وحا تشيري تشيري أرين لي رهدو تبني إناد إلم تبني دو آن الدالين إلمها صود حالكاها قادنا يا إنا إلمه كورس قفكو كورس هذا نما كورسين كرت سيدي إلمها قو كلا أيو نقنية مركا سيد بن حارثة النبيغا آيا كو تبنيه إساقو خديجونا چينيا كاو حلورين تشيري زيد بن محمد مركا وحو كمدها عروفتي رسولكو وبربار صديدت كلا نيرديو هايستي مركا دم بإسلام كو يمدنا قف نبيك أقدو وطدك يقوه الرئيس أبو إسلامي بو كمده ولالكيد عبد الله بن جحش وصحابي آدو وينو جليل أها أيا كويلي رسولكو ها إراه ذو أرنتاس لكن أذيكو من نقندو انتد قبر سنة بأويي لكرتا وولاشي أيا أوحا أولا عمتم ويدي إنا ينن كلا منصب سريان إنا محيهتي ويكورستو نبيكو أرنتي وكور وري صلى الله عليه وسلم أرين كيسان لديدي بو كور وري يوحو كور وري سحابيغا ويني قبدا ووطوني إلا ديدي ساقنا قلبي كيسو محو دريمي دونا ما داما أو حبيبكو إلا لنشري
dadkii ka agdhowaa quluubtooda cirdigooda sharaftooda saxaabadiisa aad buu ilaalin jiray. إلهي أي آية قرآن سودجي إلهي حويري وما كان الله لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أمي السقنا نن مسلمة إيه كبر مسلمة أو إيمان لغه مؤمنين إن محيها توي أي دورتان كلا دورتان أرن إلهي إيه رسولكي سو أيو كانين ومي سوغنان قفك ديدي عاسية إلهي إيه رسولكي سو أحو اللومي اللومتان عد آية أمركي مغلين صحابة بشر بيهايين وحبي سويدين شرين وحبي ديدي شرين لكن مركي مغلين هذلك إلهي هراء أيو دبدغي شرين خيرك زينب أيو تميد النبي صلى الله عليه وسلم إيهو وليبا شرديدا أيتري يا رسول الله منكر سنة يا مدام آية ساعتم هذا الكإلهي وحبمي دبليك ترين صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سواجك بعد عي وأقل كلام زيد يا زينب مدمرك ولا تشوقين وحوي مت زيد رسولك صلى الله عليه وسلم وحكير يا رسول الله هذي أنا وضع هذا النك وردي زينب بنت تحشو حيقور نصور ماذيك وأعطونها وأنا جاي هلاي أياد إله الله يساولي بقى أمرك ما هينكره وإياسا يسا ما هينكره يا رسول الله إلهي بقرآن كسينا وغشك وكي إلهي رسولك مركو وانيني وحوق لها أمسك عليك زوجك واتق الله وار إلهي كعب صريركا حيسو أيو رسولك دور جير تربك وانين مركي دنبا يدنا سو أشكتو تأشكت دي باتي سيدنا دور جير صورنق نقضي أيا أي كالتقين زيد بن حارث وحيابها أي سينا وكاقعبة تيضو حكم دها منسب كيسو آني شركي وديدنا إيادو حوهاتات كأبو رهان لغا قروح دفدانيهاي ويكالتغين أهلكي بيكو كالتغين إياد يزيد لبدو ذبا وصحابة رضوان الله عليهم شاكذي مركي هالكامرسو أيا إله الرحمن كآه يا عزيز كآه أيا وياري ملك الجبريل مركسو كوري كالي ملك الجبريلو ولي إيغا نقو كبد أيانو مهرينيا النبي صلى الله عليه وسلم إلهي باب مهريي ولي غيقو نوحوها ملك الجبريل يدن أغين نبي غنا أنو أغين صلى الله عليه وسلم وحد عذي ملك الجبريل باو إمد رسولك وحكو إلهي وحكو مهريي زينب إكورسو نبي غنا وحماشة تارلا مداموها معلم كي أمدي مركاتشوكتي إيا إنكبا وحتى لي أرنتي تبنيغا أو أهيد قريش هاداد إنان تبنيدو إنان كاقو لمدي مركا قبردي سيمدو مالي كرتي مكو كمد وغمدن بين كرتي دو عرين آدو عيبا بيهد سيدي وحي أهيد إنان كاقا قبردي سيمد كورستي مركو كوري إلهي باكو سو مهري نبيغو وقادن شري أمرك إلهي لكن أحو كحشوضي سيدي وغشيق لها مجتمعي مسلمين وهي قريش ويكو كعصانايان وحي أرن لها ينمانتنا مطانو كاني محمد نبقي وروري عليس حيستو أي إلهي آية قرآن سوريتي وحوري إلهي وما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد مو أهين مد قف إذن كيدن كمد دلي لكن ورسولك إلهي يخاتم النبيين آية داسي مركي سودك تي نبقي وحوها لي دليل وضدكي أشيبه وحوه دراي فرين سينا بحكو المكاد عدادك بحضو أنيقا ياكو كورسني way farxday farxad aad iyo aad weyn waaye ilaahay wuxuu ugu bedelay qofkii ay diidanayd habibullah ilaahay kii u jeclaa ayuu ilaahay ugu bedelay khayru khalqillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waxyaabaha ajaayibka ay seenay ilaahay fadaailaha fadaaisheedu waxa kamida maalintii arooskeega ilaahay baraka soo dejiyay maayida yar xeera yar baa la soo dhigay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam u yara saxaabadii oo dhan كوح باتي مادا ويعونان ويكبحان ويبوح ذا هدنا كوح كلاتي مادا إلا إيا أفر بقول أسحابي أي بالليل كي روح كونين زينب بنت جحش سببت يذو حوسو دقي آيات فربضان وحجرتا إسلامالين تا أروسكي قصدح سحابي أيا كوهاري قريقا نبيقو كي ربحي وحبي عونيين ويكسو هارين ويا ربحي حوتي عائشة
نبيك قريه سودان صلى الله عليه وسلم مساجد كيسيكو حرناي عايشو قالي وحيكو تري إلى هيا كوبرك هيا ريركا يا رسول الله وكسو نقضي وحوي متصدح ديا فرليا هذا نو كان نقضي قري كلو تري هذا نو صار نقضي مركي صدحادو صار نقضي لوك مركو قريه قري كيس لوكنا ايدي بدا تالو اي اي ذيكو سودك تي نبيك صلى الله عليه وسلم آية أورانيسا هكو راقينا قريه نبيك أمهات المؤمنين كانا كلا هلا محياتي حجاب دبديسا أو ما نتصل لا إلا سودتي أنتو مرك مؤمنين تا أم المؤمنين كهو يوين كمؤمنين تا رسول كسوتشات كيسا إن ستارد دبدي لا قلها الله قريه هو جنا لكلي كرين نبي جاي له هنا هكح شو تسيننا لما نكورسن كرا نبي جد دبدي آية تسي آية سودكتي أو سين بقولك أي كسودكتي هي هي ذا درادد ما دام السحابة دي لها تهليين قريك فدي ولا لا يلا وحي كم تهاي من فضائلها فضائش عائلة هاي زينب بنت جحش مارين معلمها كم ذا ولي وحي نكشرنا فضائش عائلة هاي زينب يذو تكنيسة أخو شو حسن وصلاة معان تكنيسة إلهي بريسة وحوصوا قال النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وحي ولا يا بسي تكنيسة إيه خشوع ذا وحي هاي الصحابة ضد خير كأترتما وطير كان ولا هو خير بدن أثر بيكو سمينيسي نبي يا كوجري مركو أركين عمر ليا بين هاي خشوع ذا يا كوجري لأن زينب بنت جحش لأواه زينب بنت جحش وأوابد سو كوجري وام هاي أوابد يا رسول الله مركو سورو حوين خاشعة متضرعة لله وحوين كبر خشوع سن أو إلهي خشوع سن إلهي نهاس سكو قلقتا وحو أخري نبي قو آيات كتشرت سورة هود إلهي إبراهيم كو أماني نبي الله إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب سفوين كي إلهي كو أماني بي أواف كو كم إذا هيد نبي الله إبراهيم قف خاشعة وإلهي خشوع سن نوها أيو بربر دي سينب وحي هيد كبر عابدة ذا خاشعة آدنا وصدق بذا من فضائلها وحكم ذا فضل يضع إلي ذا هاي ولا ليال سينب وحي كم ذا هاي دمرك عايشة لغتو دمرك أو نبي وقوش علي هاي دمركيسة عايشة يلويدي إمام كوين عروة بن زويرة تابعي غايا ويدي أي حبر يروه هاي عايش وحكولي حبر يرتاي دمرك النبي كويبا لوغو كالكع البدنا اكتيسة كوي لوغوش على حتى مرك عني قال لي قريب واي النبي هو بعد الخديجة حوجة على عائشة وحوجو حوجو كل كعب بناوي تري زينب وأم السلمة مرك زينب حسين شفت النبي قام ملب النبي قلنا وحيابه آت كوي استعمال تروج على ملب كام دها ملب كامر كوكسر عنو كل كي وكره هاي تري كبعدي حفصة أو دلي عمر بن الخطاب يا عائشة أو دلي أبا بكر أيا كهناسي ويتشهدن حيد هذين محين كيرنا كبرنا النبي جو كرّاجسها إن النبي جو كدرنا ويان حيد هذين مركو النبي جو كيماتو وحين كورنا نايا رسول الله محاكا صوريا محاكا صوريا ما مقاسير بتصعنتك مقاسير كحوها كيد معان لكن أرفي عن اللهين حفسوك سو الرئيس دي بكتري شكر ما ملب بنك صعني كرّج زينه عايشنا النبي جو صلى الله عليه وسلم آد بوش على مركو إتكتي مركو إتكي وحي كتري يا رسول الله ما مقاسير بات صاعون تيمان تحباكا صاوري كسو كل مين ملب بات صاعوني كورغا سينب كصاعوني نفتا إذا نوان كحرمي لأنو نبي صلى الله عليه وسلم وحوش على أدقون كوانو أدقونا نبي صلى الله عليه وسلم حلقا مسالة وحلقا قادا كريا كبردو أود بو إلهي سي أودو إلهي تو مركسي حكم إذا إنا نينكا ودقي سكرنين كيب شر يخير با كاتو ماركو مؤمنات كواني رقا ماركو حشيغيان خير كايو شغان رسول كي إلهي باقاتي أرنتي دو مركيزة إلهي باسو إلهي باكسو ديشي آيات وسينب وغيليني وحويري يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم نبي كي إلهي ومحاتس كاقا حرمي سوح إلهي كوبني أذيكو راليك اللي دو مركاقا آياتك حقا دنبوحي أرانيا تمر كاغنا دنبداف إلهي هاوي ديستان عايشة إيو حفصة تمر كاغو فلقة بدن كوشرا أمد نبي محمد آياتنا إلهي عادل لمديسة وسينب سوبرية لكوري سينب ملفي عمبي علشان كسيسا
iyaguna ilaahay bay dad wanaagsan bay ahaayeen saxaabadu oo hadday khaldamaan soo noqda ilaahay bay uga toobad keenay. waxay ahayd gabadh aad iyo aad u sadaqa badan. nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi markaan dhinto calashaan waxay igu kiinsoo haleel dhow oo calashaan ila kulmayso oo imanaysay dabaday soo dhiman doontaa tiina idinku gacanta dheer. kacayshi waxay tiri markuu nebigu dhintay gacmahayga isku dhararin jirnay saynab baa noogu gacan dheeraatay. culimadu halkaa culimaa isiira waxay leeyihiin dhararkaa gacantana way noqon kartaa sadaqadeedoo badnaydna way noqon aad bay u sadaqad badnayd. cayshi iyadoo ka waramaysay saynab waxay tiri wallaahi maan arag gabadh ka khayr badan ka sadaqad badan ka xidhiidh silada ka xidhiidhin oo uga degdegi ugu waxa ilaahay raalli gelinaya. mar kale cayshi waxay tiri gabadhaasi anagoo ishaynay bay tiri nebiga dumarkiisu sallallahu calayhi wasalam xulafay ahaayeen xabsa iyo caayisha isku xulafay ahayn umu salama iyo saynabiyan isku xulafay ahayn waxta anagoo ishaynaa oo nebiga ku dirnay oon malabkii arintaa sheekadaa malabkaan kasoo sheekaynay ayaa waxay tii maalintii xaadisatul ifk laga been abuurtay caayisha ayuu nebigu sallallahu calayhi wasalam weydiiyey saynab wuxuu ku yihi saynabey maxaad is leedahay arintan caayisha waxay tii weliba anagoo ishaynaa ayaa wanaageegay ka waramaysay waxay tiri anagoo ishayna ayay tiri bayti waxaan ilaashanayaa maqalkayga iyo afkayga carabkayga yaa rasuulallah kuma ogi khayr mooyaane xaaskaaga. caayisha khayr mooyaane anigu shar kuma ogi. waxay tiri caayishi cibaadadeeda fara badnayd daraaddeed buu ilaahay ku xifdiyey carabkeeda. xaggay saxaabada kale wax buunbuuninayeen iyadu way ka nabad gashay. dumar ishaya oo nin weliba isku haya waad garanaysaa yacni maanta waynaka waxaageena ka tagay. wanaagii iyo gabadh wanaagsan inay ahayd bay cadeynaysaa. walaalayaal waxaa ka mid a fadaaisheeda nebiga ayaa soo galay masaajidka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadhigan yaa ku xidhay masaajidka masaa layidhi zaynab baa ku xidhato habeenkii markay tahjadka daasho ayay qabsataa qiyaami leylka. saxaabadu markay daalaan ayay xidhanayeen xadhko si ay u qabsadaan iyagoo ilaahay qur-aankiisa tadaburaya iyagoo ilaahay hortaagan. inakuna haddaynu laba rakcado tukanno waxaynu isku haysanaa inaan leel sameyno in qiyaam tukana. walaalayaal zaynab waxay xanuunsatay sanadii shan iyo labaatanaadii hijiriyada iyada oo konton jir ah ayay dhimatay. zaynab bintu jaxsh markay sii dhimanaysay waxay tiri halaygu qaada wax maadaama ahayd ummilmu'miniin oo yacni jirkayga yaanay raggu taabanin waa qofkii koowaad ee muslima ee lagu qaado naxash. markaa cumar bin khataab cahdigiisii bay soo gaadhay. waxay ka mid ahayd dadkii ugu mushaharaadka badnaa 12,000 oo dirham buu qoray cumar ummahaati lmu'miniinka halka ninka saxaabiga uu qaadanayay 3,000 oo dirham. waxaa layidhi 12,000 maanta markay soo galaan isla maantaba waxay u qeybin jirtay agoomaha iyo dadka jiljilicsan waayo waxay ahayd qof ilaahay kaga dalbanaysaa adduunyadeeda aakharo ilaahay kaga dalbanaysa ilaahay wax siyaaq dhiganaysa. habeenka ay dhimatay waxaanaynu u naqaana aas qaran baa u dhacay saxaabadii waaweynaa oo dhan baa iilka u qoday iyagoo og saynab inay ahayd qof aada u khaashacad oo caabidada oo ka dalbaya ilaahay ajarna ay kaga helaan. cumar baa u qoday xabaasha gabadh ka mida markii layidhi waxay tiri waxa laygu qaadaa la garan waayo wax lagu qaado. gabadh baa markaa tiri markaan u hijroonay ardul xabash ayaanu naxash kusoo aragnay wax naxash la yidhaha dadka lagu qaado. markaa sariirtii rasuulka gurigeyga taalii baa looga sameeyey waa qofkii koowaad ee mu'mina ee naxash lagu qaado. iilka waxaa dhigay cumar baa ku dhacay ay saxaabadii ku yidhahdeen maadaama ummahaati lmu'miniinkii tahay maaha inuu nin kala taabto jirkooga. wuu ka soo baxay cumar waxaa dhigay iilka walaalkeed iyo dadkii nimadii walaaladeed dhaleen intii ka joogtay. halkaasi ayay kula kulantay rabbul caalamiin zaynab bintu jaxsh radiallaahu canha wa ardaaha. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.